بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي. كان يا ما كان في قديم الزمان ابن الحطاب. سلطان الزمان أنت؟ إيه نعم يا مولاي أنا. عسى بس ما سمعت عني شيء مو زين. أنا ياي بصير طبيبك وحبيبك وبيك تعدني مثل نور العين. أنا ياي خدمك يا مولاي السلطان، وسامحني سامحني إذا تأخرت عليك بعض الوقت من الزمان. لا تطولها يا طبيب، وبسرعة هات اللي عندك. يلا جيب. أنا طبيب الزمان، وإن شاء الله ظنك ما يخيب. طبعاً أنت عارف السالفة. طبعاً يا مولاي طبعاً. أنا جاي خدمك، ولا بأي مصلحة، ولا أني جاي طمعاً. أنا يا مولاي أعرف السالفة من الألف إلى الياء، وبقول لك كل اللي عندي من غير خجل ولا حياء. بس ان شاء الله ما تطلع طبيب غبي وينقطع راسك مثل ما قطعت راس الأطباء الأدعياء. انا الطبيب عارف وهذا اسمي، لكن فعلي معروف عند كل الاهل والمعارف. وإذا طلعت في الطب من تعرف؟ من غير ما تقول راسي ينقطع على طول. يلا راونا شطارتك وعلمك، وإذا نجحت الجائزة جاهزة، وإذا فشلت تلقى الحارس قدامك بالسيف رازه. أنا عارف وداري عن كل شيء يا مولاي السلطان، وأدري شنه مطلوب للسلطان الحين وشنه اللي كان. أنا عارفة عارفة وعن كل شيء دريانة، ولكو فايدة، لا طبيب ينفع ولا أي سحر يا مرجانة. كل شيء برادة العزيز الحكيم، لكن شن سوي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونعم بالله يا مولاتي، صدقيني أنا طول اليوم بحالتك حاتي، وقمت أبحث وأسأل، ومن سأل ما ضاع دل. والعشب اللي قلت لك عليه يا مولاتي جربوا ناس وايد، أحلف لك بحياتي. ولا يهمك أجربه،
وذا تبين مو أشرب منه 3 إغماط، أشرب منه جربة. بس هو وينه؟ أنا موصية جارنا أبو زينة، وصيته قبل لا يسافر، وإن شاء الله يباكر ولا عقب باكر ويجيب معاه الدول مشافي، والله سبحانه وهو المعافي. يسمع منك رب العالمين يا مرجانة، وإذا صار وحملت أعطيك أحسن هدية ما حد أخذها بزمانه. يعني ماكو أمل؟ يا مولاي، كلامي لازم يكون مفهوم وحلو مثل العسل. أنا لما أقول شيء ما في نقاش ولا جدل. أنا يا مولاي تاريخي في الطب معروف، وبعدين تعرف معنى كلامي. لا تكمل، بعدين تشوف. لا تكمل، دورك مثل غيرك جاي يا سياف. نعم يا مولاي. عجيب، رقبتك بتطير وتضحك ما تخاف؟ رقبتي يا مولاي. عطني السيف يا سياف. أمرك يا مولاي. بشوف هذا شلون من السلطان ما يخاف. تفضل يا مولاي، هذا السيف بيدك وهذه رقبتي. أنا ما تقدر علي نارك ولا يقدر حديدك. تفضل يا مولاي، تفضل. أنت مجنون خبل، أنت مخبل. إيدي إيدي، من اللي ماسك إيدي؟ من اللي ماسك إيدي؟ إيدي. تفضل يا مولاي. إيدي إيدي. تفضل. إيدي. من اللي ماسك إيدي؟ من اللي ماسك ايدي؟ ما قلت لك إيدي يا مولاي. ايدي. تفاهم وياي. ايدي. لانك ما تعرف قديمي من جديدي. ايدي. ايدي. تكفى اترك ايدي. تفضل يا مولاي. اترك ايدي تكفى. انا يا مولاي قبل لا تتصرف نصحتك باللي يفيدك، انا الحين ماني قاضي بيدك. تكفى اترك ايدي. يا حراس! يا حراس! يا حراس! ايدي 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 ايدي. بعدك معزم تناديهم؟ هذول نايمين نايمين نايمين، وين اقدر احاجيهم؟ نايمين. يا حراس يا حراس، اترك ايدي. وتبيني اترك ايدي؟ اترك ايدي اترك ايدي. تبيني اترك ايدي؟ اترك ايدي، ومستعد اعطيك اللي تبيه، واخذ كل اللي في يدك. اترك ايدي. حاضر. اترك ايدي يا مستعدي العزيز. طلع الحراس من غير اي صوت ولا ازيز. طلعوا برا يا حرس من غير اي صوت ولا نفس.
اترك سبيل ايدي الله يخليك. طيب اترك سبيل ايدي. طيب اذا تبيني اترك سبيل ايدك اسمع كلامي. انا لي شروط بسيطة يمكن ما تسرك ولا تهنيك. بس انت يا يداو السلطانة اللي صار لها سنين حيرانة. لا تطولها وهي قصيرة. اسمع كلامي. أنا لي شروط صغيرة، إذا تبيني أترك إيدك وأترك سبيلك اسمع شروطي. وينك يا حجي مسموح؟ وينك بعد العمر والروح؟ صبري قلبك يا حجية، أكيد الحين الجماعة لقوك. وطمني يمكن يرجعون بعد شوية. عمر حجي مسموح ما تأخر علي يا بنت الحلال، لازم صاير له شيء ولا محال تأخر علي، محال. وانت تدرين ان ما عندي غيره وغير ربي، وانا من غير زوجي ما اشوف دربي. زوجك انسان طيب تحب كل الناس، يعطي الفقارة والمحتاجين، كل اللي كده من جمع الحطب بالفاس. بس وين الحين؟ لا عقل يساعدني ولا الإحساس. كل رجالنا راحوا عليه يدورون، وإن شاء الله بعد شوية يرجعون ويرتاح قلبي. قاعد يا بنت الحلال على الحصير. يا رب حكمتك باللي صار وباللي بيصير. اللي بيصير شيء خطير.